لازلنا مع حضراتكم إذن في إطار هذه المتابعة لأبرز ما جاء في العروض التي تم تقديمها من قبل الوزراء المعنيون، كل في تخصصه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل قدم تقريبا مسيرا بما أنجزته الدولة في قطاعه على مدى السنوات الفائتة، سواء كان ذلك مرتبط بقطاع الصحة أو بقطاع الرعاية الاجتماعية، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا لجهود الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجا أو الأقل دخلا أو أولئك المشمولون بأنظمة تكافل وكرامة، وكذلك الاستعراض الذي قدمه وزير الصحة والسكان. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. المناطق اللوجستية، الحديث عن كل ما له علاقة باللوجستيات، مسألة ليست مرتبطة فقط بإطار التموين ورعاية المواطنين، وإنما له بعد اقتصادي أو استثماري. كيف يمكن فهم هاتين النقطتين على التوازي؟ في الحقيقة ما تطرق إليه أو ما عرضه السيد وزير التموين وما تطرق إليه السيد الرئيس في الحديث عن المناطق اللوجستية الكبرى هو بالفعل تحدي كبير، لأنه بالفعل تأخرنا عن دول كبيرة وعديدة في مسألة تنظيم التجارة الداخلية، لكنها واحد من أهم الاستثمارات وأهم القطاعات التي تعطي عائد سريع على الاستثمار، وبالتالي هي واحدة من أهم الفرص كما تحدث السيد الرئيس، ودعا المستثمرين في الداخل والخارج إلى الاستثمار في هذه الفرصة الكبيرة. وهذه الفرصة هي فرصة لإعادة تنظيم قطاع التجارة الداخلية اللي بيعاني أكثر من 70-80%، وفي تقديرات أكثر من ذلك من أنه تجارة غير منتظمة، وده بينعكس انعكاس مباشر على المستهلك أنه بيرفع السعر الحقيقي للمنتج نتيجة زيادة حلقات التداول، وبينعكس أيضا انعكاس سلبي على المنتج اللي هو المزارع، لأنه بيأخذ منتجه بثمن بخس ثم يتم تداوله، والمستفيد الأكثر بيكون التجار أو حلقات التداول المختلفة بتستفيد أكثر من الزارع اللي هو صاحب الأرض. وبالتالي هذا الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار مفيد لكل الأطراف، زي ما قلنا المزارع، زي ما قلنا التاجر إذا استطاع أن هو يشتري بسعر رخيص، ومن ثم المستثمر اللي هيقدر يجيب العائد على هذا الاستثمار في أقل فترة ممكنة. في الحقيقة بدأنا مخطط كبير بتوجيهات السيد الرئيس منذ أكثر من عام لتخطيط مناطق لوجستية كبرى، سواء في على نطاق القاهرة الكبرى من الخارج أو على يعني في محافظات الصعيد والوجه البحري. كان عندنا قبل شهر ماضي افتتاح أكبر منطقة لوجستية في طنطا، مش افتتاح، ده كان وضع حجر الأساس، كان اسمها تاون داون دلتا على مساحة 82 فدان، وده كان أحد المستثمرين اللي التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمه أعتقد أستاذ أشرف، ودعاء الرئيس أو كان في لقاء مع المستثمرين ودفعهم إن هم ينزلوا مصر. بالفعل الراجل جه وتعاقد وتقريبا ضخ حجم استثمارات في العامين بيتجاوز 6 مليار جنيه. دي واحدة من الفرص الكبرى اللي بتوفر أكثر من 50,000 فرصة عمل في طنطا، ودي منطقة في قلب الدلتا. على غرار المسألة على المستوى الاستثماري لها مردود كذلك للمستثمر أستاذ محمد؟ بالتأكيد ومردود سريع، لأنه زي ما احنا عارفين الفرق بين الاستثمار الصناعي والاستثمار التجاري إنه العائد بيكون أسرع بكثير. احنا واحنا بنضع حجر الأساس من شهر كان قدامنا الجدول بتاع التسليمات بيقول إن هو في نهاية عام 19 هيسلم أو هيقوم بتشغيل نصف المنطقة. ناهيك كمان إن المناطق اللوجستية دي بتبقى متعددة الأغراض، ما بين ان هو يقدر مجرد ان هو يضع حجر الاساس وينتهي من التعاقدات والترفيق، بتيجي شركات عالميه زي كارفور وزي الشركات اللي هي بتاعه الاسواق الكبرى تتعاقد مباشره مع هذا المستثمر ان هي تستاجر هذه المساحه منه، وبالتالي هو كمان بيبدا يتعاقد او بيبدا يحصد عائد على المردود بتاعه في منتصف دوره العمل. احنا واخدين مثلا مواعيد في منطقه طنطا بتتراوح ما بين عامين او عامين ونصف على الاكثر تكون بكامل طاقتها الانتاجيه. كذلك لدينا خلال ربما اسابيع هيتم طرح منطقه في المنوفيه وفي البحيره وايضا في الاسكندريه في منطقه اخرى بالتعاون مع الغرف التجاريه، وهناك في الصعيد عده مناطق. استاذ محمد، المساله التاريخيه المعروفه في البيئه المصريه، الفجوه بين ما ننتجه من اقماح باعتبارها سلعه استراتيجيه وبين ما نستورده، هل يمكن تقليص هذه الفجوه الى اقل درجاتها وصولا حتى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى وان كان حلما؟ هل هناك استراتيجيه من هذا النوع؟
هو في الحقيقة زي ما تفضل سيد وزير التموين أثناء العرض أمام الرئيس وتحدث عن مسألة الدعم ربما موجود في دول كبرى والدعم هو ضرورة وأحد آليات الحفاظ على أنا سأعود أسأل حضرتك عن فلسفة الدعم أنا هجاوب لحضرتك إنه هي أحد لكن الأهم من إنه يكون في دعم الحفاظ على الفاقد والتالف من الدعم وإحنا بالنسبة لنا الجزء الكبير من الدعم ينفق في مسألة زي ما حضرتك أنا بس بجيب تسلسل الموضوع عشان أوصل لحضرتك إنه القمح إحنا بنستهلك في رغيف الخبز ما يخرج من 9.6 مليون طن وده رقم ضخم جدا سنويا إحنا بننتج منه من 3.7 ل 3.9 مليون طن بنستورد الباقي لكن أحب أطمن حضرتك والسادة المشاهدين إنه مع ضبط السياسات الخاصة بالمخابز والمطاحن وحلقات التداول إحنا قدرنا نوصل خلال السنة دي إلى ما يقرب من مليون طن كان ما بين تالف وفاقد وهادر قدرنا نقلص هذه الفجوة شهريا من 960 ألف طن بيطحنوا شهريا من القمح احنا النهاردة الإحصائيات قدامي في وزارة التموين بنطحن 800 ألف طن وبندي نفس عدد الأرغفة لنفس عدد المواطنين ده يعني أن هناك إمكانية وهناك خطوات جادة تمت أدت إلى أن الترشيد جاب نتيجة في هذا الملف الترشيد ربما يكون زاوية لكن الزاوية الأخرى زيادة المساحة المزارعة من القمح عبر تشجيع المزارعين في المحافظات المختلفة على زراعة ده كمان هل تم تحديد سعر توريد الأقماح لهذا الموسم ولا لا؟ شوف حضرتك في ما يتعلق بتوريد الأقماح لهذا الموسم احنا كان عندنا اجتماعات مبكرة جدا يعني ربما البعض كان بيتعجب لماذا تعقد اللجنة العليا للقمح اجتماعات من شهرين فاتوا والنهاردة لأنه لا نريد أن يكون هناك أي خلل في هذا الموسم لأنه مش بقى بس سعر التوريد لكن أيضا أنه الفلاح يقدر يحصل على مستحقاته كاملة أنه هو يورد في سهولة أنه هو يروح لأقرب مكان وده تم لكن وفقا للعرف المتعامل به أنه إعلان سعر التوريد هيبقى إن شاء الله في أول مارس من خلال مجلس الوزراء بالاتفاق ما بين وزراء الزراعة والتموين والسيد رئيس الوزراء قياسا بأسعار الموسم السابق 555 565 575 تبعا لدرجة النقاوة الأسعار ستكون مقاربة صعودا ولا هبوطا ان شاء الله احنا بنعتقد واحنا شايفين انه السياسه العامه للدوله وكما تفضل السيد الرئيس النهارده وكان لديه انحياز لمساله مزارعي القصب في انه رفع السعر الى 720 جنيه ايضا نعتقد انه الحكومه سوف تنظر الى المقارنه بالسعر العالمي اولا ثم اذا استطاعت ان تدبر ما ينصف الفلاح حتى في هذا الملف لن يكون هناك تاخير على اي حال من الاحوال. طيب بالعوده الى الجزئيه اللي استعرضتها حضرتك في بدايه الاجابه على السؤال السابق ما اشار اليه وزير التموين والتجاره الداخليه في الاستعراض الذي قدمه امام الرئيس السيسي من فكره الدعم وقال ان الدعم مساله لا غبار عليها بالمره وان كبريات الدول حول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا هناك نحو 40 مليون مستفيد من برامج الدعم لكن المشكلة الحقيقية تكون في بعض التشوهات التي تلحق بمنظومة الدعم طبيعة المعالجات التي تقدمها وزارة التموين لمحاولة معالجة التشوهات الجارية في منظومة الدعم في الحقيقة ان احنا على مدار عام كامل كان هناك مجموعة من المعالجات المختلفة ابتداء من معالجة النظم اللي هي الخاصة ببطاقات التموين الذكية وقواعد البيانات ودي تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات مع هيئة الرقابة الإدارية مع وزارة الانتاج الحربي وبالفعل وصلنا الى نتائج تكاد تكون جيدة وجيدة جدا يعني احنا النهاردة بعد تطبيق يعني نظام التنقية مش بنقول للتنقية لغير المستفيد ولكن التنقية للمتوسطين للمسافرين في الخارج للمكررين يعني كان هناك أرقام كبيرة أيضا تم ضبط هذه المنظومة واستحداث نظام إلكتروني لاستخراج البطاقات الذكية يضمن لصاحب البطاقة أنه يحصل عليها خلال 15 يوم ويضمن لكل الجهات المتعاملة أو كل الجهات الرسمية من مراجعة هذه البطاقة وضمان أن هي لشخص مستحق بالفعل ده النظام الإلكتروني لكن هناك أنظمة أخرى تمت فيما يتعلق بصناعة الخبز ولأول مرة تم إلزام أصحاب المخابز بأنهم يدفعوا كامل ثمن الدقيق المنتج بالسعر الحر حضرتك أشرت إلى هذه من أن الدعم صار يوجه على رغيف الخبز وليس على الدقيق المقدم للمخابز أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت أعتذر منك مجددا الأستاذ محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المستشار الإعلامي لوزير التموين والتجارة الداخلية نتحول